انت صارت مساعدة رئيس الجامعة هون. مبروك. شكرا لك. دكتورة، رئيس الجامعة اتصل وطلب انك تفوتي على اول محاضرة للطب البشري. هدول محاضراتك. ما رح احتاج المحاضرات اليوم. انا اليوم ناوية اعطي درس بالحياة للطلاب، هن بحاجة لهيك درس. صاير شي حبيبتي سهام؟ طيب بتقدري تطلعي. يا ريت عملتي بالمحجبات مثل ما عملتي فيني، على القليلة ما كنت شفت اللي اسمها إليف عم تتفتل على كيفها. أنتِ مو الوحيدة الخسرانة هون. فكرتي بالوضع يلي أنا انحطيت فيه؟ أنا نفسيتي كلها انتزعت بسبب هالقضية. بس رح فرجيهم إنه هالشغلة ما رح توقف هون ومن أول محاضرة. وهلا إذا بتفهمي أنتِ لازم تعملي مثلي. بدك تقاومي كرمال الشي اللي بدك اياه. يلا لشوف، لا تخلي هالوش الحلو يعبس. يلا تعالي معي. لوين؟ رح تشوفي. تعالي. رايحة على السوق. ليش انتي عم تتحركي؟ لا تروحي لحالك، انا جاية معك. لا لا، اساسا انتي تعبانة. ليكو السوق اول الشارع، يعني ما رح طول ابدا. لا تتأخري، انتي ما بتعرفي هاي المنطقة. طيب طيب لا تخافي. وين صايرة جامعة اسطنبول المركزية؟ امشي لقدام شوي بتلاقيها. شكرا. رئيس الجامعة بده يعطينا؟ ايه بالعادة أول محاضرة للسنة الأولى الرئيس بيعطيها، رح تكون محاضرة تمهيدية. عن جد متحمسة. هلا اشتريتي الكتب شي؟ لا ما اشتريت، على الأغلب هذا الأسبوع لازم نشتري. آه بسرعة يعني. مرحبا، أنا أليف. صباح الخير شباب. صباح النور. كلكم جايين لهون لنفس الهدف، بس كتير عندي فضول أعرف، يا ترى بعد 6 سنين كم واحد منكم رح يطلع دكتور من هالجامعة؟ انتو هلأ عم تقولوا لكل الناس إنه بدنا نصير أطباء، بس بعد شوي رح تعرفوا من الاختبار يلي رح أعملكم يا إنه هي الشغلة مانا سهلة هيك.
بدي طالب هلأ يمثل دور على أنه مريض. أنت تعال تسطح هون. طبعاً هلأ صار بدنا دكتور. ما بيصير يكون حيلا دكتور. دكتور نهاد لازم يكون تعبان كتير لو وصل لهون، يكون شخص مثالي. واضح اليوم إنه من هلأ في أشخاص تراجع. يا صبية أنتي عن جد عندك نية إنه تصيري دكتورة؟ إيه دكتورة طبعاً. إذا هيك تفضلي وخلينا نشوف. تفضلي دكتورة وقفي عند رأس المريض لنشوف يا ترى القصة معلومات طبية لحتى نصير أطباء ولا عندك موهبة وحب للطب بالفطرة. خلينا نعتبر إنه أنت عم تسوقي وقام فجأة طلع قدامك رجال دعستي بدون قصدك وتسطح قدامي غرقان بدمه، شو رح تعملي؟ أنا رح أشوف إذا عايش. كيف رح تشوفي؟ شو بتعملي؟ جسي النبض من الرقبة. أوكي. شوفي التنفس، شوفي إذا عم يتنفس. تنفسه قرب ينقطع، اعملي له تنفس اصطناعي. كيف رح أعمل هيك؟ أعملي مساج للقلب لكان. يلا لشوف حطي إيدك. لا معناها جربي وقفي النزيف. عنده شريان مقطوع، لازم توقفي النزيف. أنت فوراً لازم تلاقي أي شقفة قماش مثلاً يلي على راسك. وين في فايدة لأحجابك أكتر؟ وهو عم يغطي لك شعرك؟ ولا وقت ينقذ حياة شخص رح يموت قدامك؟ رح أعمل هيك شي. المريض مات دكتورة ورسبتي بأول اختبار لإلك. تعرفي ليش؟ لأنك ما رضيتي تلمسي رقبته ولأنك ما عطيتيه نفس اصطناعي حتى ينتعش. مات لأنه مصلحتك كانت قبل حياته. وهلأ أنا بدي أرجع أسألكم، أنتوا عن جد بدكم تصيروا أطباء حقيقيين ولا ما بدكم؟